شكرا للزميل أيمن شادة. أصدقائي المشاهدين متتبعي بي سبورتس، تحية لكم. هذه الأمسية أمسية الأحد والمباراة الكبيرة المرتقبة بين مانشستر يونايتد ونادي تشيلسي في مزرعة الأحلام أولد ترافورد، ولقاء المرتقب، اللقاء الذي ممكن أن يعنون على أنه قمة بداية حلم الدوري للنادي اللندني نادي تشيلسي، وهو قمة عودة الأمل والطموح ليونايتد الشمال. اللقاء المرتقب ينتظر منه الكثير، ويبدا على هذا الاعتراف وهذا الامتنان وهذا الاقرار من الكبير جوزي مورينيو لاستاذه ومدربه في نادي برشلونه الكبير الهولندي لويس فان خال. 44 مباراة سابقة هنا في أولد ترافورد، ب 13 انتصار لنادي مانشستر و15 فوز لتشيلسي و16 تعادل. مباريات أولد ترافورد ومباريات أيضا ستامفورد بريدج الذي يتفوق فيها ويتقدم في سجلاتها الكبير اللندني نادي الجنوب ب 15-16 الانتصار. هنا جوزي مورينيو مع فريق تشيلسي في ملاقاة نجمه السابق أنخيل دي ماريا لاعب المان يونايتد. المانيو في المركز الثامن، يلتقي تشيلسي الفريق القوي والمتصدر والخارق للعادة في الترشيحات من أجل استعادة لقب الدوري. المباراة في لحظات والتشكيلة بقادم اللحظات. البلوز تشيلسي كإكرام الضيف لحراسة المرمى كورتوا، على اليمين برانيسلاف ايفانوفيتش، على اليسار فيليب لويس، قلب الدفاع غاري كايل و26 جون تيري، رقم 4 سيس فابريغاس، رقم 21 ماتيتش السري، 22 على اليمين ويليان، على اليسار ازار واوسكار، ورا المهاجم الصريح اليوم هالي بواري ديدي دروغما. تشكيلة المان يونايتد لحراسة المرمى دافي دخية، على اليمين رافائيل، على اليسار لوكتشيو، 5 ماركوس روخو، رقم 18 كريس سميلينغ، 17 دايلي، اللابلين، رقم 11 عدنان يانوزاي مع فيلايني، خوان ماتا، وانخيل دي ماريا وسط الميدان، والروبن فان بيرسي فان هود يلعب في راس حربة مانشستر وفي رصيده 50 هدف بألوان الشياطين الحمر. تنطلق المباراة المرتقبة، الصدارة لتشيلسي، الوصافة لساوثامبتون السانس، المركز الثالث ليستكمل البوديوم هو فريق ونادي مانشستر سيتي، واليونايتد في المركز الثامن، 10 نقاط في جدول الترتيب، 10 نقاط مقارنة مع نقاط الموسم الماضي، فقط نقطة فقط تحسن فيها ترتيب مانشستر يونايتد مقارنة مع أرقام دافيد مويس. مشى دافيد مويس، جاء لويس فان خال، والنتيجة هي ذاتها والحالة هي صعبة دائما على المانشستروية عشاق الجلوري يونايتد. ورا من فيلايني في غياب ويروني من الجانب الأحمر للإيقاف، وفي غياب الهداف دييغو كوستا للإصابة من جانب البلوز وكتيبة سبيشل وان. كرة على طريق دروغبا، دروغبا يخسر كرة ولكن يستعيد بقرار حكم من خلال خطأ، فاول يستفيد. ريحة الكرة لخوان، خوان ماتا بهاد الكرة، هزها اليسار، كرة من نار في انطلاقة المشوار، كرة ليحل الأهداف، هدف يا مان، هدف للمان، هدف فيلايني، مش ممكن كيف ضاعت، ضيعها فيلايني. أي كرة وأي انطلاق، اختراق أول لجدار الدفاع التشيلساوي، واليونايتد فشل في هذا الشباك. مباراة من نار في البداية، كرة ما زالت، والهدف قادم، أوسكار، الله دي ماريا، أنخيل ولد مريم، ولد ماريا كان ممكن يفتح بوابة التسجيل. هنا كرة المان، هنا ردة المان، هنا كبرياء المان، هنا عنصر المان، هنا الحمر المان. اليونايتد كاد يزرق معها وجوه الزرقاء لتشيلسي بيول الأهداف. كرة ملعوبة من عدنان، عدنان لفان بيرسي وفيلايني، يريد على طريقة ماتجير، ولكن ماتجير في غياب بيروني، مانشستر قادر على التهديف، يحضر بكرة روبن هود، فان بيرسي جول، مش ممكن يا روبن يا الهود، مش ممكن، متى تسجل متى تعود، كرة أخطر في المباراة،
مانشستر كونتر اتاك، يرجع المرتدة لدروغبا، دروغبا عرضية خطيرة على مانشستر، ولكن خرجت اليونايتد، ترجع للمانيو، جو مانيو جو، يمشي الهجوم للحمراء. عدنان يا نوزاي يكتسب خبرة هذا الموسم، صار لاعب مهم في مانشستر، يمشي بالكرة دي ماريا راسي جول. يا بيتر يا تشيك، يا كورتوا، كلاكما والاثنين عندكم ميزة الطول ونعمة الطول. كورتوا يخلص تشيلسي من هذا محقق، طلب كرة ممتاز، الانطلاق ممتاز، هذه لعبتها، هذه ضربتها، كان ممكن يربيه يبعد عليه ويحطها في الشبكة، لكن ما بعدهاش. كرة من دروغبا يقرب، دروغبا يسدد كرة، يوزع الرفايال ينقذها، الضربة الأولى، قد هو يستفز تشيلسي لباقي المباراة. تمشي كرة دي ماريا عرضية والحارس، برافو كورتوا، تمشي ويليان المراوغة، ثم المرتدة، ثم عند أوسكار، توصل إيدن هازار، 34 هدف في رصيده مع البلوز، هازار لعب ليل، عدى يطولك يا ليل، محلاك يا ليل، مطولك يا ليل، يا القادم من ليل، يقدم على مانشستر في الأمسية للأحد، يهرب الكرة، ويليان كذبني ولم يسجل ولم يكذبني، ليبقى الأمل للمانشستر أن يسجل الهدف الأول، أم للبلوز أن يضرب الكرة الأولى، يانوزاي في الطوف، المرتدة لن تأتي، ويليان يقطع كرة، ويليان يبعد، كريس شيغاتي، غطاها كريس، هذه متاع أوسكار ولا متاع أزار؟ ما ريتنا ما ريناها. ترجع الكرة لفريق البلوز عن طريق سيس فابريغاس. المباراة ظروف والمباراة تفاصيل، والأحاسيس تتغير بهذه الظروف وهذه التفاصيل. غيرت رأيي الآن مع اللعبة، سأقول تشيلسي قد يضرب الكرة الأولى. اضرب يا سيسك وأكد الكلام. نعم، لأن الكرة فترات انهبت رياحك فاغتنمها، المان لم يغتنمها، فهل يحصلها تشيلسي بكرة ثابتة وراسية وهدف؟ كم كان قريب، هل هناك إعاقة؟ هل هناك بنالتي؟ هل هناك ضربة جزاء؟ برانيسلاف يخاطب الحكم، لم تراها، هات نشوفها، هل فيها ضربة جزاء أم لا؟ أمامكم الصورة، واحد طايح، اثنين طايحين، أربعة على أرضية الميدان البيضاء، والكرة ممكن في هدف، هو أوسكار، جول، هو جول، ولكن ملك الأجوال، الله عليك يا دخية، دروغبا كرة الهدف الأول، ودافيد قال لا، أخطر كرة للبلوس، أحلى كرة لتشيلسي، كرة للكتيبة الزرقاء، تمشي للكوماندوس العاصمية عن طريق جون تيري وزير الدفاع لنادي تشيلسي، يلعب كرة لرئيس الخزانة العامة، حارس العري كورتوا، بين الخزان والدفاعات والجيوش، نريد مهاجم، نريد هدف، نريد أهداف. داخية فسخ هدف، شوف طلب الكرة في ظهرك يا روخو، رد بالك على ظهرك يا روخو، يمشي أوسكار يستنى من الكرة، ماذا أهدرت يا الفيل، ماذا أهدرت يا ديديه، دروغبا الذي سجل ضربة جزاء في الشامبيونز ليج يوم الثلاثاء، هدف منذ العودة مع تشيلسي، نوع من التقدير في المدرسة، أوكي في الكرة لا يا جوزي، اضرب يا جوزي أينما حللت. ترجع الكرة، هذا هو مورينيو، المخرج ليس انجليزي، طلع من اصول ضاد، من اصول عربية مثلي ومثلكم. شوط ينتهي، شوط سريع، اخطر كرة فان بيرسي من المان، واحلى كرة دروغبا من تشيلسي، شوط ابيض، ولكن اي نصر للاحمر ام لك يا دروغبا يا ابن الفريق الازرق. الان ابناء وزملائي في بين سبورتس، انهي الشوط الاول، البلوز، دروغبا في رأي قدم مردود ممتاز، 37 سنة، ما أروعك يا الفيل الإبواري، ما أروعك يا رمز إفريقيا، قادم من جالاتاساراي، أين يذهب؟ يصنع النجاح الإبواري، تمشي كرة عن طريق اللاعب أزار، دروغبا وزار، وجول، جول، مش ممكن.
ممكن جيبوهولي، مش ممكن. ماذا تفعل؟ ماذا تبدع انت يا دخية؟ ما الذي هزار نوندوس يبداها، شوط ثاني من النار، شوط ثاني ولا بالاحلام، يضرب سجل جول حطها له على اليسار، هو القد خلاص، هو نام، هو طاح، هو سقط على الارض، انتظرك باليمين، وضرب جول، الفيل الايبواري، الفيل الايبواري، دي دي مسيو دروغبا يسجل الاهداف. الم نغير الاراء؟ الم تتغير الاحكام؟ قلت في صوت في وقت من اواخره انه تشيلسي يغير الرقم سيسجل البدايات. الله على ركنيه السابعه، اضرب يا الفيل اضرب بذكريات لا ينسرنا. لحالي دوم، لحالي دوم، دروغبا البارح، دروغبا اليوم، لحالي دوم، لحالي دوم في المنشن البارح في مانشستر اليوم، يضربها وجول، يضربها وجول، يقفز فوق الجدار. أين ذهبت يا رافائيل؟ أين الدفاع؟ يعطيه متر كامل دروغبا، أيو متر دروغبا تعطيه 20 سنتي يضرب ويسجل. لا حاجة لكم بدييغو كوستا، دروغبا يكفي ويوفي، دروغبا يفتح بوابة.